طبعاً أول ما دخلت انبهرت بالمعرض ويعني مرة شكله حلو، ومن وانا صغيرة كنت أبغى أكون أول رائدة فضاء سعودية، وما شاء الله ريانة سبقتني ومرة فخورين فيها إنها فتحت هذا المجال لكل السعوديات وحتى البنات الصغير اللي الصغار يقدروا يشوفوها وإنه يطمحوا لهذا الشيء. هذا المعرض يكون بداية تعريف، وهذه الرحلة تكون بداية انطلاقة إن شاء الله لي تقدم أكبر إن شاء الله في المجال الفضاء بالنسبة للمملكة العربية السعودية والشعب السعودي. Fit in 10 seconds. Turning on ISS lights. Motion stop.